يقول: ما حكم من يتقاضى مرتبا بسيطا لا يكفي؟ هل يجوز له أن يأخذ من الضمان الاجتماعي الذي تعتبر مصادره من أموال الزكاة، زكاة الأغنياء والشركات؟ الضمان الاجتماعي له نظام. الضمان الاجتماعي له نظام، إذا كان ينطبق على الشخص هذا النظام فلا بأس بذلك، أما إذا كان لا ينطبق عليه النظام فلا يجوز له ذلك.